هي صباح الخير، قهوتنا معانا ونستكشف مكان جديد وجميل. تقريبا ده أطول ممشى شفته في مسقط. الممشى رياضي ومنظم ومرتب، موجود فيه مجموعة من أدوات الرياضة هتشوفوها آخر الفيديو، كمان موجود فيه باركينج للسيارات. هو بالظبط مقابل لفتة مطار مسقط الدولي، أو ممكن تكتبوه على جوجل مقابل الإدارة العامة للمرور اللي هي كانت مقابل مجلس الشورى قبل كده. من رأيي انه محتاج كراسي وإضاءة زيادة، كمان محتاج انه يهتموا بالنافورة الجميلة اللي موجودة هناك. زعلت جدا لما شفتها كده. المكان جميل ومريح وهادي، تقدروا تعملوا فيه رياضة. المكان كله مشي تقريبا ازيد من نص ساعة. شوفوه وقولولي رأيكم.